لكن دلوقتي انضم لينا الدكتور حسام النحاس استاذ الاعلام بجامعه بنها. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. برحب بحضرتك دكتور حسام وكل سنه وحضرتك بكل خير. اهلا بيكي وانت طيبه وبخير يا رب. أهلا دكتور حسام، كيف ترى هذه التعيينات اليوم للصحف القوميه؟ وخلينا اقول ان الغالب عليها هو الشباب، وكيف يكون تاثير الصحف بعد وجود الشباب دول فيهم او تاثيرهم على الصحف اللي هيتواجدوا فيها؟ في البدايه نبارك ونهنئ لكل من تم التجديد له او للقيادات الجديده التي تم الإعلان عنها اليوم. طبعا هذا هو التوقيت المحدد والمعلوم لإجراء حركة التغييرات الصحفية، هي حركة مهمة يتابعها بمزيد من الشغف والاهتمام كل الصحفيين الموجودين في الصحف والمؤسسات القومية. نشير أن هذه التغييرات تخص الصحف القومية، لأن الهيئة الوطنية للصحافة بحكم الدستور هي تقوم بالإشراف و إعلان حركة التغييرات للقيادات الصحفية بالمؤسسات القومية. أولا، من تم الإبقاء عليه وتجديد الثقة هو من أثبت كفاءة وقدرة على إدارة المؤسسة الصحفية في جميع النواحي التحريرية والإدارية والمالية خلال الفترة السابقة. هناك بعض القيادات التي تم تغييرها كان قد تم التجديد لها لمرة واثنين وثلاثة، وبالتالي كان لابد من ضخ دماء جديدة. وبالتالي أولا من الواجب علينا أن نشكر القيادات السابقة على الفترات التي أداروا فيها تلك المؤسسات. الأمر الآخر بالنسبة للقيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، لنا بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنها قيادات تتسم بالكفاءة، لها باع طويل في العمل الصحفي والمؤسسي. الأمر الآخر أنهم أبناء المؤسسة، وبالتالي هم أجدر الناس والقيادات بمعرفة الأصول التي تخص المؤسسة والعمل التحريري، وأيضا كل الصحفيين والعاملين داخل المؤسسة، وأبرزهم كانوا يتقلدون مناصب تحريرية وتنفيذية خلال الفترات السابقة. الأمر الآخر ما يخص الشباب، طبعا ليا ملاحظة انه البعض بيتعامل مع جيل الشباب، ان اللي عنده 50 سنة من الشباب. معظم القيادات التي تم الاعلان عنها اليوم لهم باع طويل على الاقل 20 سنة. صحيح. داخل المؤسسات الصحفية. بس احنا يمكن عشان اتعودنا في المناصب دي ورئيس تحرير بيبقى فوق 60 وشوية يا دكتور. للأسف، ما انا بقول لحضرتك. لكن هم مش صغيرين قوي كده، ده حقيقي يعني. هو التعود انه منصب رئيس مجلس الاداره او رئيس التحرير يعني يكون بمثابه مكافاه نهايه الخدمه. صحيح. وبالتالي لما بنلاقي حد من جيل اواخر الاربعينات وبدايه الخمسينات بنقول الشباب. يعني اخص منهم بعض القيادات التي تولت اليوم كان لها مناصب مهمه داخل المؤسسه. يعني لما اكلم حضرتك مثلا عن مؤسسه الاهرام، حد يقدر يقول ان الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس الاداره؟ صحيح. هو رجل له قيمه وداخل المؤسسه ومركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه واسم كبير. الاستاذ ماجد منير ايضا هو اسم كبير داخل الاهرام. صحيح. وهو مدير تحرير الاهرام لسنوات. صحيح. واسم لامع في عالم الصحافه. ايضا عندما اتحدث عن مؤسسه اخبار اليوم، اتحدث عن الاستاذ اسلام عفيفي وتاريخه العظيم، يعني من اكثر الاسامي اللي فرحت لها جدا النهارده. يعني دي انا شايفه انها اتاخرت كتير على اسلام عفيفي. نعم، ويعني جاء وقته وجاء حينه، والامور. صحيح. تاتي دايما وفقا لضوابط واشتراطات معينه. ورئيس مجلس اداره اخبار اليوم، رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، ايضا صديقي العزيز دكتور اسامه السعيد. صحيح. دكتور اسامه السعيد يعني يمكن اول اكاديمي، لانه حاصل على درجه الدكتوراه في الصحافه، يكون رئيسا لتحرير جريده الاخبار. وكان مديرا للتحرير، وقبلها كان نائبا لرئيس التحرير، وكان مديرا لمركز تدريب الاخبار اخبار اليوم. وبالتالي هذه قيادات نعول عليها كثيرا. صحيح. خلال الفترة محمود بسيوني رئيس تحرير الأخبار اليوم كان معانا بالأمس بالتايتل القديم، كان بيتكلم على إفطار الأسرة المصرية، وبنبارك له كمان النهاردة حقيقي. نعم، نبارك للجميع، ولكن يعني عاوز أقول لحضرتك روشتة نضعها أمام القيادات الصحفية الجديدة. مش هتذكر بعض الباقي يا دكتور؟ يا دكتور هنكتفي. نعم. بالتعريف عن دول فقط. ايضا هناك في بعض المؤسسات الاخرى، مثلا لو نتحدث عن روز اليوسف مثلا، تم الابقاء على رئيس مجلس الاداره والاستاذ احمد الطهري في منصب رئيس التحرير. طبعا احمد الطهري اسم كبير وله كفاءه كبيره
في رئاسة تحرير روز اليوسف وفي مناصب تنفيذية أخرى. أيضا الأستاذ وليد طغان أيضا رئيس تحرير مجلة صباح الخير، هي مجلة عريقة ووليد طغان على هذا المستوى. نبارك للأستاذ أيمن عبد المجيد، طبعا هو ليس غريبا عن روز اليوسف صحيح. وله موقع في نقابة الصحفيين في عضوية مجلس نقابة الصحفيين، وبالتالي تلك الأسماء خلال الفترة القادمة إن شاء الله يعني نتمنى حتى بمثابة إنعاش للصحافة الورقية، ده في اعتقادي. نعم، حتى في المؤسسات العتيقة، نتحدث عن مؤسسة دار الهلال، هناك أسماء كبيرة سواء من تم الإبقاء عليهم. لو نتحدث مثلا عن المصور، مجلة المصور من أعرق المجلات صحيح. الموجودة في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي. عندما يتولى عبد اللطيف حامد رئيس تحرير المصور، عبد اللطيف حامد يعني يمكن أقول لحضرتك منذ فترة قريبة كان بيعمل معايا تحقيق صحفي عن الأوضاع في غزة، استمر على الهاتف لمدة أكثر من ساعة يحقق ويدقق في المعلومات ويستخلص ويستنبط ويستنتج الإجابات، وهو شغوف جدا ومهتم بهذه المهنة ومهنة الصحافة. وبالتالي تلقيت خبر تولي عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير المصور من السعادة. في حالة إجماع يا دكتور حسام من الشارع الصحفي بشكل قوي جدا، مفيش حد عليه علامات استفهام، معظمهم مقبولين حتى على المستوى الصحفي اللي أنا شايفاه، سوشيال ميديا الناس محتفية بيهم بشكل كبير جدا. أنا مبسوطة وكان لازم نمر مع حضرتك عليهم ونعرف عنهم أكتر. بشكرك دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، كل الشكر على هذه المداخلة القيمة. ومع حضراتكم هيكون معانا بعض رؤساء التحرير سواء اليوم بعد ما ينتهوا من اجتماعهم مع الهيئة الوطنية للصحافة أو بكرة إن شاء الله مع زملائنا.